الختام أن المراجعات التي نحتاجها هي الوقوف مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم، ما قرأتم، تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. فعلينا أن نحسن في توثيق علاقتنا بالله تبارك وتعالى. هذا أخطر شيء على الشيطان، أخطر شيء على الشيطان. ولتكن كل يوم في حياتنا بداية، يعني ما يقول الإنسان أنا خلاص بديت قبل هذا الكلام بسنة، لا، كل يوم نحن في بداية، وما حد أحسن عن حد ولا متقدم على حد، كلنا نحتاج. توثيق العلاقة بالله تبارك وتعالى تكون من خلال عدة روابط، آتي بها سريعا وأختم. القرآن الكريم، قبله الصلاة، وقبل الصلاة أو أشمل من الصلاة المسجد عموما. ارتباطك بالمسجد، كنت قد كتبت تغريدة قبل أيام، إن لم تتقدم عشرا فتأخر عشرا، أي للصلاة، إن لم تتقدم قبل الإقامة عشرا، عشر دقائق، فتأخر بعد السنن عشر دقائق. لماذا؟ لأجل قلبك، لأن النفس لا تشبع. إن لم تذبحها في عشر دقائق فقط ستذبحك يوما، قاعدة. لا تتبعها عشر دقائق فقط، ضحك عليها، عشر دقائق فقط حتى تتمكن، عشر دقائق، سنة، سنتين، ثلاث، خير وبركة، ثم بعد ذلك احمل عليها زيادة. الصلاة، نستحضر في الصلاة كل كلمة، أبحث عن معانيها وأقف. الصلاة عمود الدين، كيف لا أتقنها وأنا عمري 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة أصلي ولا أحسن الصلاة، لكني أحسن وظيفتي ويشار إلي بالبنان، وهذه عمود الدين فقاره. قضية تحتاج إلى المراجعة ولا لا؟ تحتاج أن ندارسها مع بعضنا ولا لا؟ تحتاج. علاقتنا بالقرآن كيف تكون؟ واحد يشوف القرآن ما عندي وقت، ماشي وقت، زين، حد قال لك أنت تقرأ 5 أجزاء كل يوم لازم بالضرورة؟ أحيانا نقول للإنسان قرأ كذا من الأجزاء، قرأ، هذه حالات خاصة أو إنسان متقدم، لكن أنا ما أستطيع، أحسن أهرب عن القرآن الكريم. لا، افتح القرآن الكريم، قرأ آية التي تقع، قرأها مرة، مرتين، ثلاث، ثم التي تقع في عينك، ثم اذهب إلى العمل أو كذا، تدبرها في الطريق. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر، قلبها يمين يسار، ماذا تفهم؟ كيف تصل من خلالها إلى الله؟ كيف تفهم من خلالها رسالة الله؟ ثم أناقشها مع أصحابي في العمل حتى لا يكون هناك لك لغو وغيبة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كيف نتمسك وإحنا فقط نقرأ؟ والتعامل مع القرآن من 5 وجوه، الآن لن أدخل فيها. النقطة الثالثة، الرفقة الصالحة، لا تغادرها قدر استطاعتك، لا في سفر ولا في حضر ولا في وطن. الرفقة الصالحة، لماذا؟ لأنها كما قيل، المؤمن رؤيته دواء وموعظته شفاء. المؤمن رؤيته، ما دمت ترى في وجوه الصالحين فكأنما تداوي القلب كل يوم. المؤمن رؤيته دواء وموعظته، إذا طلبت منه موعظة أو شيء زين، كان في قلبك شيء من الخلل أو الألم أو المرض، أو فموعظته شفاء، لأنها تخرج من قلب صادق شفيق عارف بالله. المؤمن رؤيته دواء وموعظته شفاء، يستفاد منه قبل رؤيته، خيره بادر وشره نادر. هذا لا يصاحب، لا يرافق هذا، بل في كل مضيق طريق ومضيق.
ولا تعد عيناك عنهم تريد السلامة. أنا أراهم بعيني أنهم ما شاء الله، كيف أبتعد عنهم أنا؟ أي عقل هذا يخليني أبتعد عنهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قيل له واصبر نفسك معهم، جلس معهم، فكيف بغيره؟ الرفقة الصالحة. الحديث له شجون وتفاصيله كثيرة.